ده مكان سباق السيارات. فكرتيني. وبما انكم عارفين ان انا عمري ما جايبر في نفسي وبعاني في مصر جدا من فكره ان هم دايما بيقولوا ان الستات ما بيعرفوش يسوقوا، فانا قررت اجيبكم هنا عشان نثبت ان الستات بتعرف تسوق ونشوف مين فينا اللي هتفوز على التاني. انا مش هثبت، اثبتوا انتوا. انا هثبت ان الستات هي اللي بتعمل حوادث. ان الكلام كل المصريين حقيقي. هنشوف. يا اختي الخوذة مش مقاس. انا اخش بهدومي يا عم، انا دي صغننه دي اهو شديت. ساعدوني. ساعدكم ربنا. ساعدوني. البت تعبت تعبت، حرام عليكي. اوكي انا هرجع. ايدك سلا يا ابني. يا لهوي. فزت عليهم، وده العادي بتاعي. انا دايما في السباقات اللي من النوع ده في الملاهي دايما بفوز الحمد لله. يعني هروح استلم الكاس. تقولش احنا في فورميولا 1 كله يا ابني عايز يكسب. انا بقى احب اكون في اخر القائمه. طبعا انا النهارده خسرت، بس خسرت عشان المؤامره الدنيئه اللي اتلعبت معايا، وانا اللي جبتهم هنا عشان خاطر العبهم على حسابي، وعشان خاطر صلاح صاحبي هنا مظبطني. اتاري بقى نشوه جت قبلي وظبطت مع واحد تاني واديت له فلوس. اولا بقى يفهمها هي معناها بتتكلم عربي، بس اول ما تقوله مش عارفه ايه يفهمها. ثانيا اداني بدله، ما جابليش بدله مقاسي، وهم كلهم لبسهم في سفوري، وانا جابلي واحده صودا شكل وشه. ثالثا بقى خلاها هي اللي كسبت، وده ليه بقى؟ لانها راحت جايه في السباق وراحت خبطاني من ورا بعد ما كنت انا اللي سابقاها. بس هعمل ايه؟ معلش، هي اللعبه كده، يوم مكسب ويوم خساره. بس ان شاء الله بعد كده يا نشوى انا اللي هكسبك. مع ان انا كان يفرق معايا قوي ان انا لما اقع كده اهوت واتبهدل واتعور انها تنزل تطمن عليا، لكن هي كملت السباق ونحلى. ماشي يا نشوى. ايه؟ ناس ومصطفى. على فكرة انا قلت لك ان انت قابض من الاول، ما صدقتنيش. ايوه انا لو صلاح كان هنا كان زماني خدت الكاس والذهب، وده فضة. خديه. لا والله انت واخداه. هات.